وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صلاته وفي روضته الشريفة والوقوف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لأنفسكم وذويكم ولملككم ووطنكم المريض. وها أنتم ممن سبقت لكم لهم عناية الله فكتب الله لهم في هذا العام أن تكونوا فكتب الله لكم في هذا العام أن تكونوا من ظروف القيامة. وتذكروا أن الله تعالى أمر بالعبادات وشرع الطاعات لما فيها من إظهار الإيمان بالله ولما تنطوي عليه العبادات من حكم وأسرار تعود بالخير الكثير والنفع العميد على العباد لما تصنعه في القلوب للتقوى وتهدي إليه من صالح الأعمال. وطن الدين الظاهر على راحتكم وسعادتكم واستقراركم واطمئنانكم ومصالح شؤون دينكم ودنياكم. واستحضروه في كل في تلك البقاع المقدسة وعند مناسك الحج والعمرة وفي المسجد النبوي وعند الوقوف أمام الروضة الشريفة. واسألوا الله في ذلك المقام أن يديم عليكم نصره وعزه وسببه وعونه وتوفيقه. وأن يصبو عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة وأن يوقفه لما يريده يوفقه لما يريده لهذا البلد العظيم من تقدم ورقين وازدهار. وتوجهوا إليه سبحانه وتعالى أن يرسل شعائر الرحمة والغفران وسحائب الرضا والرضوان على روح جلالة مغفور له الحسن أما بعد، السادة المحترمون، السيد عالي إقليم الحسيمة، السيد الكاتب العام، السيد المندوب الإقليمي لشؤون الإسلامية، السيد المندوب الإقليمي للصحة، السادة الحاضرون، السيدات الحاضرات، الواحد بصفته واسمه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. اسمحوا لي أيها الكرام أيتها الكلمات المستهلة هذه الكلمة المتواضعة أن أتوجه باسمكم جميعا إلى السيد المحترم عالي صاحب الجلالة على هذا الإقليم المبارك بالشكر الجزيل واحتفاته الطيبة في انعقاد هذا الجمع المبارك من أجل توديع من أفاء الله عليه بالارتحال وزيارة المقام المقدس. في سبيل هذه المناسبة أن أنوه بالمجهودات التي قامت بها مصارف هذه الأعمال وسهرها الدائم على إعداد وتهيئ جميع الملفات الإدارية وكذا الأدوار القيمة والأساسية لمندوبية الصحة من نصائح وتوجيهات وإرشادات وإجراء فحوصات طبية، كما ننسى المجهودات التي قام بها المجلس العلمي في تعيين مجموعة من الوعاظ والواعظات والمرشدين والمرشدات لتأطير دورة تكوين الحجاج. وفي هذا الصدد وهيب بالسادة الحجاج الميامين بضرورة التعاون مع البعثة المؤطرة والالتزام والتقيد بالإجراءات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير الشعائر الدينية، سواء تلك التي تصدر من مطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المرافقة لكم خلال هذه الرحلة وخلال مقامكم بالمدينة ومكة، أو تلك التي تتخذها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية. كما أخذتكم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والمطابرة والتواضع والتيسير والاتصال الدائم بالبعثة العلمية المتواجدة بجانبكم لحل ما استشكل عليكم وفق ما هو منصوص عليه في مذهبنا المالكي حجاجنا الميامين. وبما أن البقاع المقدسة كلها أماكن للدعاء المستجاب، الواجب عليكم حجاجنا الميامين
رسالته بأخيه الشقيق المولى الرشيد وبكافة الأسرة الملكية الشريفة. اللهم يا أرحم الراحمين تغمد بواسع رحمتك الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا المحبة وأدم أخوتنا واجعلنا في حصنك الحصين ودرعك المتين ووقايتك التي لا تلين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.